خش خش اتفضل. خش خش. انت ليه ما قلتليش من الاول؟ معلش معلش مش وقته دلوقتي. اهو دكتور سمير الفار. الفار برضو؟ ما احنا كلنا فران مع بعض. طب اتفضل اتفضل. شوف لنا السكه. اتفضلوا. يلا تعال. يستخدم هذا العقار لمرضى إدمان الهيروين الذين يعانون من أعراض الانسحاب. مبروك يا مدام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. البنت عاملة ايه؟ والله هي تعبانة شوية بس ان شاء الله خير. خير ان شاء الله. ويعني احنا مش هنمشي من هنا لما نطمن عليها. رغم انك ما كنتش واثق في ابن عمك وجايبني مغميه لعناية ورابطها لي. لا يا ابن عمي دي اسرار عملاء وانت عارف كويس قوي انا بحترم اسرار عملائي المحترمين. مفيش داعي فار يعض فار. قولي يا دكتور اخبار ريم ايه؟ ما تخافيش يا مدام طالما وراكي فار. قصدي ما تقلقيش ان شاء الله هتبقى صحتها كويسه. ان شاء الله كتر الف خيرك. يجي بوزي 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 عندي بوزي 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 يا كيتي. تعالى يا صندوس. أشكرك. أنا مش عارف أشكرك إزاي يا سمير وتؤمر على اللي أنت عملته معانا النهارده. بصراحة أنا لازم أشكركم بجد يعني. أنت تؤمر يا هانم. ربنا يخليك. ألف حمد لله على سلامة الهانم الصغيرة. الله يسلمك. يلا. إيه ده؟ يلا يا سمر. تاني يا محمود. حبيبي قلت لك دي أسرار عملاء مش لازم تعرف أي حاجة. اللي أقول لك عليه تعمله خلاص. يلا. يلا وريني بقى. أنا كتبت لحضرتك الأدوية والتعليمات بس لازم تاخدي بالك من الغذاء ارجوك. حاضر حاضر يا دكتور. يلا اتفضل. اتفضل ازاي يعني؟ انا حوانا طلعت انا. تعال تعال. متشكرة قوي قوي. تحت امرك يا هاني. ربنا يخليك ومع الف سلامه. الله يسلمك. مع السلامه. معقول يا مريان منها عشان كده سرقتيني؟ اخيرا حليت اللغز. يا ريتني ما حليت. يا ترى انت فين دلوقتي؟ يمكن في مصحه. اكيد ما دام ملهاش اي اثر يبقى اكيد في مصحه. يا ترى انت فين؟ يا متر ازي حضرتك؟ اخبار الاوضه اللي عندك ايه؟ تمام. بقول لك يا متر لو عايزك تساعدني ان انا ازور حد في السجن ممكن تساعدني في موضوع زي ده. يا ريت. اسمه عز الدين نديم. Ah!
عمي ازيك يا رائد؟ الحمد لله. ابوك صاحي؟ لا لسه نايم، مش عارف اليومين دول ماله، بيسهر كتير. طيب انا هدخل استنى لما يصحى. طيب انا جاي من حضرتك، حتى كنت عايزك في الموضوع كده. اتفضل اتفضل. في الحقيقه يا عم انا كنت عايز اكلمك في موضوع بخصوص نسرين. نسرين؟ مالها يا رائد؟ نسرين طبعا مش بنت عمي بس، دي اختي وتهمني وتخصني، عشان كده لو شفتها بتتصرف حاجه غلط اكيد لازم ننبهها، وانا في الحقيقه نبهتها اكتر من مره وما كانش في نتيجه، عشان كده قلت لازم اكلم حضرتك. فين يا رائد؟ قلقتني. يعني حضرتك شايف ان بعد الاحداث الاخيره اللي حصلت في البلد ان المصريين اتغيرت 180 درجه. الحقيقه انا حاسس بده، وكل يوم في خناقات ومشاكل معاها ومش عارف اعمل معاها ايه بصراحه. يعني ايه؟ مفيش فايده يا رائف؟ نسرين اتغيرت، البنت الخجولة اللي كانت بتسمع كلامي في كل حاجة ما عدتش قادر أسيطر عليها خالص. ما تتضايقش يا عمي، نسرين حالتها أهون كتير من بنات تانية. البنات دلوقتي بقت صعبة جدا، أنا بشوف بنات على الفيسبوك بتكتب شتايم وكلام أنا نفسي ما أقدرش أكتبه، بس نسرين بنتنا ما ينفعش نسيبها، وحضرتك لازم تحط حد للموضوع ده. مين قال لك بس إن أنا ما اتكلمتش معاها وقفت معاها وقفة جامدة؟ بس نسرين خلاص يا رائد، خلاص كبرت. وبعدين خد المفاجأة الكبيرة بقى، الست هانم طالعة لي بتقليعة جديدة، قال إيه؟ عايزة تعيش لوحدها. أنت بتقول إيه؟ معقولة؟